احنا الكتله كي بنتشوت كان مش نحكيوا هكايا الكتله نهزوا النحا الكل وعلاقه بشفيق جريه مثلا اكزاكتومون اكزاكتومون يا اخي الكل كان نتذكروا الباج فيسبوك نتاع كثوم كانوا شنو خرجت الاسامي نتاع 42 نايب الكليك معناها عندهم شبهات فساد و42 نايب معناها هكاك على حساب الكلام هذا كان مش نقعدوا هكايا نهزوا كتله كامله نحطوها على جنب ونقول ان يثبت التحقيق وبعدين تخرج مدام مدام كثوم تخرج تقول الباج نتاعي بيراتي ومش اني مش اني كذا لا حبيت يبحث فما فرق بين يبحث وبين عبد هبط اسمه في باش فيسبوك فما فرق كبير وثم فرق زاد بين انه واحد تحكم عليه هو اللي هو بالحق ثم ادانه وبين انه ثم شبهات احنا ما يزعجناش بالعكس بالعكس لانه انت اليوم قلت ثم ضغوطات صارت يعني واحد من الناس مترشح باهي احنا ما ثمش حتى ضغوطات باش نبين لك حاجه استاذه مايا انه الكتله النيابيه ما اشرف عليها حتى حد الحزب جاء في اخر اللحظات بعد ما تمت الانتخابات وبعد ما تمت اللجان وبعد ما تمت انتخاب مكتب الكتله وانتخاب اعضاء مكتب المجلس بالتالي الكتله سيرت معناها روحها بروحها ووقت اللي حتى كيف جاوا ديجا انتهينا احنا من 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 من, من العمليه الانتخابيه الكل وبالتالي ما ثم حتى ضغط صار وبالعكس ثم ناس اللي خرجت متوقعهم حتى حد انهم يخرجوا في الانتخابات وثم ناس حتى جديدة التحقت بالحزب فهمني وكانت عندها معناها الحظوظ انها تكون موجودة داخل مكتب الكتلة مكتب الكتلة ديجا جدوا فيه كانت معناها الكل جديد بقاو كانت ثلاثة من اللي قدم معناها في المكتب نتاع مناول معناها محمد سعيدان وسفيان طوبال وعماد الجبيل لكن البقية كليك وهم هم جدد موسيقى